سجل العام 1887 سنة اليوبيل الذهبي التي احتفلت فيها بريطانيا بالذكرى 50 لتولي الملكة فيكتوريا الحكم. وفي هذه المناسبة اجتمع نبلاء من مناطق مختلفة من الإمبراطورية في قلعة ويندسور. كانت الملكة مهتمة حينها بأراضيها الهندية، لذلك أبهجتها فكرة وجود نوادل هنود يخدمون مائدة المأدبة. ولهذا الغرض تم توظيف 2 من الخدم الحاضرين للعمل كمساعدين خاصين للملكة لعام كامل، وكان عبد الكريم أحد هذين الخادمين. وصفته الملكة في مذكراتها حول ذلك اليوم بالتالي: الخادم الآخر الأصغر سناً، أفتح بكثير وطويل، وملامحه جادة وجميلة. في ذلك اليوم لم تعلم الملكة بأنها مرتبطة بالأساس بعبد الكريم أو عبدول. ففي العام السابق لتلك السنة زارت المعرض الاستعماري والهندي في جنوب كينزينغتون، وانبهرت جلالتها بنسيج سجاد هندي حاكه سجناء سجن آغرا الذين قدموا إلى لندن تحت إشراف المدير جون تايلر. عمل عبد الكريم في السجن ككاتب عام، وهو في الواقع من ساعد تايلر في اختيار السجاد وحرفي الحياكة للملكة عندما كان في الهند. لذلك عندما طلبت جلالة الملكة من تايلر إرسال خدم مخلصين إلى البلاط، وقع اختياره على عبدول بلا تردد. على العموم أعجبت الملكة فيكتوريا بعبدول بعد فترة وجيزة من رؤيته أثناء تناول الإفطار في دار فروغمور، وأمرت بخضوعه لدورة مكثفة في اللغة الإنجليزية حتى يسهل عليها التواصل معه. في المقابل ساعد عبدول الملكة كثيرا، علمها الأردية لغة نبلاء الهنود والتي أفادت الملكة في إدارة شؤون مملكتها السياسية. وفي أحد الأيام وفي محاولة لتقريب الملكة فيكتوريا من ثقافة خدمها الهنود، حضر لها عبدول طبق دجاج بالكاري مع الدال والبيلاو. أحبت فيكتوريا هذا الطبق كثيرا لدرجة أنه أضيف إلى قائمة أطباقها المعتادة. وفي إحدى رسائل الملكة تحدثت عن إعجابها بعبدول وقالت: أنا مغرمة جدا به، إنه طيب ولطيف ومتفهم ومصدر راحة حقيقي لي. كانت الملكة سعيدة، لكن عبدول لم يكن كذلك، فقد ذكر في مذكراته أنه شعر بأنه غريب في أرض غريبة ووسط ناس غرباء. أراد العودة إلى الهند بشدة، وأصرت فيكتوريا على بقائه. لذا وفي لحظة معينة خطر للملكة أن العمل كنادل كان أقل من مرتبة عبدول الذي عمل ككاتب في سجن آغرا، لذلك قامت بترقيته ومنحته لقب مونشي والذي يعني المعلم. وبحسب المؤرخين تم على الفور إتلاف كل الصور التي تظهر عبدول وهو يخدم الموائد، وأصبح أول كاتب هندي شخصي للملكة. في وقت لاحق عينته الملكة في منصب سكرتيرها الهندي، ومنحته لقبي مرافق النظام الأعلى في الإمبراطورية الهندية ومرافق النظام الفيكتوري. كانت جلالتها مستعدة لمنحه أي لقب ممكن في سبيل إرضائه، وعبدول بالمناسبة لم يفوت فرصة استغلال حسن نيتها. سمح له بالسفر إلى الهند متى ما أراد، وعندما لاحظت الملكة أنه يفتقد أسرته بشدة أمرت بتحضير غرف خاصة لأفراد أسرته ليقيموا فيها وقت ما أرادوا زيارته. اتضح لك الآن مدى تعلق الملكة بمونشي، كان يرافقها أينما ذهبت وأصبح أقرب إليها من أولادها، حتى طلبت التقاط بضعة صور له، ويقال إنها وقعت بعض رسائلها إليه بعبارة: أمك المحبة وصديقتك المقربة. لا يمكن الجزم اليوم بوجود علاقة رومانسية بين فيكتوريا وعبدول، وعلى الأرجح أن صداقتهما كانت أفلاطونية بحتة، خاصة عندما نأخذ في الحسبان فارق العمر بينهما، فقد كانت أكبر منه بأكثر من 40 سنة. لكن بعض الأفراد في البلاط الملكي سموا عبدول جون براون الهندي. كان جون براون موظف الملكة المفضل السابق، والذي توفي قبل سنوات قليلة من لقائها عبدول. بالمناسبة قامت الملكة بنقل عبدول إلى أفخم غرفة في القصر والتي خصصت لجون براون في السابق. كان إعجاب الملكة بمونشي واضحا من عدة نواحي، ولهذا السبب وكما خمنت على الأرجح لم يحب أي فرد في البلاط الملكي عبدول. ورغم تعمق صداقته الحميمة مع الملكة لم يشعر أي أحد بارتياح حيال ترقيته السريعة ومرافقته الدائمة لها في رحلاتها وجلوسه في أفضل المقاعد في الولائم وغير ذلك. ربما شعروا بالغيرة، لكن المرجح أنهم شعروا بأنهم أرفعوا مقاما من الهندي متواضع النسب، ولم يرغب أي فرد من العائلة المالكة في الترحيب بعبدول كفرد منهم رغم إصرار الملكة على ذلك.
حاول البلاط الإنجليزي يائسا إقناع الملكة فيكتوريا بأن عبدول مجرد رجل متعجرف استغل الملكة لتحقيق مصالحه، لكنها رفضت الاستماع إلى أي كلام سلبي حول تصرفاته. على سبيل المثال، هناك سجلات تذكر أنه في إحدى زيارات أقارب عبدول إلى إنجلترا حيث كانوا يزورونه من وقت لآخر، اختفى بروش الملكة وبيع لصائغ في وينسور. وفي الواقع اتهم البلاط صهر عبدول بسرقة البروش، ومع ذلك صدقت فيكتوريا تفسير عبدول بأن قريبه عثر على البروش بالصدفة، ومن المتعارف عليه في الهند الاحتفاظ بأي شيء تعثر عليه. على فكرة، اتضح أن عبدول لم يكن متواضعا تماما، فهناك قصة عن أمير ويلز الذي أصبح لاحقا الملك إدوارد السابع تقول أنه استضاف مأدبة عشاء للملكة ووضع مقعد عبدول مع الخدم. عبدول الذي اعتاد على منصبه شعر بالإهانة وغادر إلى غرفته، كما حدث موقف مشابه عندما رفض عبدول حضور حفل زفاف حفيدة فيكتوريا ميليتا أميرة ساكس كوبورغ وغوتا، لأن مقعده وضع مرة أخرى في صالة الخدم. وفي كلا الموقفين انحازت الملكة إلى مونشي وقالت إن مقعده يجب أن يكون بين أفراد العائلة المالكة. ازدادت حدة التوتر بين البلاط الإنجليزي ومونشي مع الوقت، وعرفت الملكة المسنة أن عبدول لن يتمكن من البقاء في العائلة المالكة بعد رحيلها، لذلك قررت تأمين مستقبله. طلبت من بعض المسؤولين في الهند منحه قطعة أرض في ضواحي آجرا. كان من الصعب تنفيذ ذلك، كما حرصت على تأمين ثروة بسيطة له جعلته رجلا ثريا. إلى جانب ذلك، تمكنت من تخصيص معاش تقاعدي محترم لوالد عبدول في الهند، وترقية وظيفية لمديره السابق جون تايلر. توفيت الملكة فيكتوريا في عام 1901، وسمح الملك الجديد إدوارد السابع لعبدول بمرافقة الملكة المحبوبة إلى مثواها الأخير، لأنه علم أن هذه كانت رغبة والدته، كان آخر ما رآها في نعشها. وبعد ذلك مباشرة صدر الملك كل المراسلات بين والدته وعبدول وحرقها، كما أمر مونشي وكل الخدم الهنود بالعودة إلى الهند، متعمدا محو عبدول من تاريخ البلاط الملكي لحماية سمعته. عاد عبدول إلى الهند وعاش حياة هادئة في الأرض التي منحتها له الملكة، وتوفي عن عمر ناهز 46 سنة ولم يترك أي أولاد وراءه. من حسن الحظ أن أبناء أشقائه عثروا على مذكراته واحتفظوا بها، إلى جانب بعض الرسائل والصور. بقي اسمه منسيا لقرن كامل، حتى رأت الصحفية البريطانية شارباني باسو صورته بالصدفة، واستغرقت الصحفية 5 سنوات لكشف سر حياته. لم يكشف النقاب عن قصة عبد الكريم للعامة سوى في عام 2010، وعرف الناس قصة الرجل الهندي الذي كان المستشار الأقرب إلى الملكة فيكتوريا.